نعم أأمري عايزة إيه؟ بقالك يومين ما بحلقالي عايزة إيه؟ يا بنت أنت عيب عليكي كده حرام، ما تتريقيش عليها ما بتعرفش تتكلم. مين دي اللي ما بتعرفش تتكلم؟ ده أنا سامعاها الصبح بودني وهي بتغني أه لو لعبت يا زهر. أه لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم، إيه ده إيه ده؟ شفت؟ لا دي أكيد ملبوسة كده يا ماما. خلاص بقى شوشي فكيها بقى. أفك إيه بس يا هاني؟ ده احنا من ساعة ما عرفنا الراجل وهو حاله في النازل شكلنا بقى اندر قوي. وانتوا مالكوا يا بنت؟ هو قدره كده، انت بس توصي خالتك تقعد ايه جنبه، يعني تفكه تاخده في حضنها تطبطب عليه، الراجل برضو عريس جديد وفي ظروف صعبه ومحتاج لصدر حنين كده. ما تظبط يلا وتلم نفسك يا بنتي. ما حلاله يا بنتي، هو محتاج لصدر حنين يترمي فيه. بس نيان بقى. نيان مالها دي بتناونه ليه؟ سيبك منها، نزل رجلك وحط الطبق على الترابيزه. معلش انا اقعد براحتك ياض. نيان نيان ما تتعبيش نفسك، بعتنا نياو تجيب طلبات. طلبات ايه اللي بعتوها تجيبها؟ لا ما تقلقيش، ده حاجات بسيطه يعني فول على طعميه على بقسماط. مش قصدي يا غبي، قصدي ليه اصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ ايه ليه؟ مش شغاله هنا؟ شغاله عند اصحاب البيت، انما انتوا ضيوف تقالوا خلاص هتمشوا. بقولك ايه يا بت انت، ده مش عايزه اتخانق معاك عشان الظروف اللي عم عبد الله فيها. هو فين بابي اصلا؟ انا ما شفتوش من الصبح. في المكتب مع المحامي ومندوب شركه التامين. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ لو حد كلمك؟ الله، انت مصرصايه يا بت انت ولا ايه؟ مش انت اللي بتسالي؟ بسال نفسي وبتكلم مع نفسي. خلاص معلش يا ست، كل حقك علينا، وانت بعد كده لما تلاقي بتتكلم مع نفسها ما تتدخليش خالص، ماشي؟ انت مالك انت اصلا قاعد متبرطع كده في الليفنج؟ انت مين اصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي، عشان افهمك بلغتك ماي اكس فريند، وضيف مرات عمي اللي هي صاحبه البيت. اولا انا مش هصلح لك الكارثه اللي انت قلتيها دي وهسيبك حماره كده. ثانيا مرات عمك اللي هي صاحبه البيت اسمها الست اللي خربت البيت. يا عالم يا نحس. شريهان ايوه يا عم. حالا اوعي. يلا شريهان. ايوه يا عمو. مش في ملف امبارح اديتهولك قلتلي خليه معاكي؟ ايوه انا شايلاه معايا. هاتيه تعالي بسرعه. ثواني ويكون عند حضرتك. ما يقدرش يستغنى عني خالص، هيجنني. ان شاء الله ما خليتك تستنى شويه. نزل رجلك يا متخلف انت. معلش انا اسف، حقك عليا. على فكرة انت صاحبة البيت طبعا. I know، مش محتاج تقولي. استاذ عبد الله انا اسف، شركة التأمين اشترت تحمل الخسائر اللي على الباخرة. الباخرة اتحركت من مينا وكان عليها حمولة زيادة، معنى كده ان انتوا ما اتبعتوش قواعد الامان. يا استاذ سامح، يا استاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطة. وبعدين انا مش فاهم ازاي شركة تأمين كبيرة زي حضرتك. لا هي كبيرة، انا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطة ومشكوك في صحتها للدرجات؟ كل الكلام ده مش هغير حاجة من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقة. اتفضل يا فندم. انا صرف. طيب شوف يا سيد وائل. سامح يا فندم. سامح سوري. شوف يا سيد وائل، انا هلخص لك الموضوع في الاتي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاتره، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجيت سكي وصيني كمان. ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص. تمام؟ قعد يزاوله في البحر، كسر عليه. يطير الولد؟ يطير روح؟ طب المنطق بيقول كده. فداه في الثانيه لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده. تعرف جاب فلوس قد ايه تايتانيك؟ كتير. ومع ذلك يا سيدي، مساله بمنتهى البساطه يعني، الحمد لله رب العالمين زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجات في شويه فلوس علينا وعليك مش اكتر يعني. ايه اللي حضرتك بتقوله يا استاذ عبد الله؟ استاذ عبد الله اتفضل. اهو اهو الملف اللي بيثبت صحه كلامنا مليون في الميه. اتفضل يا فندم. اتفضل. يا سامح بيه، احنا شركه كبيره، شركه عريقه. تمام، احنا هنعيد التحقيق، بس من وجهه نظري انا الشخصيه المسؤوليه على حضرتك يا استاذ عبد الله. لا
معلش يا باشا، ثانية واحدة، مستر عبد الله ملوش أي علاقة بالموضوع ده. أشطر وأمهر موظفة عندي، اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول. أنا؟ أيوة أنت يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى، إيه الكذب ده؟ مش دي الشحنة اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها؟ وأنا حذرتك بدل مرة ثلاثة، فاكر؟ لما كانت المجاري طافحة في أوضتك قعدت تقول لي خلي بالك الحمولة زيادة المركب هتغرق، قلت لي مالكيش دعوة خليكي في نفسك؟ دي بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. الباخرة بتاعت السويد يا عبد الله بيه فاكرها؟ الباخرة بتاعت السويد؟ لا دي كانت مسؤوليتنا واحنا تحملنا كافة المصاريف. لا 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 بتاعت سويد. أيوة. لا سويد ايه، انا مش بتكلم عن السويد، انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين اللي كان رقمها 444 على الف ب ت، صح؟ دي واحده مجنونه جايبانها تسترزق في الشركه. مجنونه؟ طب انا هوريك بقى الجنانه اللي على اصله، عشان انا كنت متاكده ان انت هتعمل مكيده في عمو عبد الله. اتفضل يا باشا، ادي نسخه من المستندات اللي تثبت كلامي ده. اتفضل. عم 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 ده انا هوريلك. ايه رايك بقى يا عمو؟ انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير. رايي روح يا شيخ الله يخرب بيتك. شريف، سيف، في ايه؟ بكلمك كتير ما بتردش عليا، وايه حكايه دقنك دي؟ في ايه مالك؟ مفيش حاجه، كنت محتاج اقعد لوحدي في البيت عشان بشتغل على مشروع التخرج بتاعي. انت عارف عايز اقعد عليه بروقان، حتى اللابتوب بتاعي. سيف سيف، مال بقك؟ في ايه؟ انت بتكذب؟ انت خدت بالك؟ طبعا عينيك فضحتك. ازاي اصلا انا مش باصص لك؟ سيف في ايه مالك؟ احكيلي. حاسس اني مخنوق ومتكتف. ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف. بتخش عليا بتقول لي كلام قديم وانا بتجرجر، وانت عارفني انا على شعرايا. ماشي. ايه اللي انت لابسه ده يا شريف؟ لابس لي هيكون يا شريف وبدله بترولي. معلش خلاص انسى البدله وركز معايا دلوقتي. طيب ايه؟ في ايه اللي وجعك؟ احكيلي، انا صاحبك. مفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري. قول لي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي. كنت متاكد. وقلت لك 100 مرة احذر البنت دي، احذر البنت دي. انت هتستعبط؟ انت ما قلتليش حاجة، انت قلتلي مش وراها، البنت دي جامدة. طب ما هي جامدة فعلا، ما تغيرش الموضوع، ايه المشكلة؟ نيلي خانتني يا شريف. شت. خانتني، داست على مشاعري واحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيء. معلش. وبعدين؟ وبعدين؟ بقول لك خانتني يا شريف، انت عارف البنت دي عملت ايه؟ دخلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا، شيرتها للدنيا كلها. بنت مش طبيعية يا ابني. انت عارف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون. انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف؟ انا ما يتردش عليا؟ ما تظلمهاش. انت تعرف حاجة؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف، اكيد في حاجة. بمر بظروف صعبة جدا. ايوه اعترف، انت بيمر بايه؟ قول يا شريف، قول، ما تواجهنيش يا اخي. بس بقول لك ايه، ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحته الضيقه دي، انا مش عارف اتكلم معاك. ما انت يا شريف بقى، انا بقول لك انا بشوف البدله البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف، ارجوك ارجوك، خف عليا، ارحمني يا اخي. ماشي تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه تشرب؟ ايه دي؟ حاجه بريلي لو فيه. يخرب بيت البريلي اللي انت بتشربه بقى وتقعد بقى. حبيبي اخبارك ايه؟ ولا اسبوع يعني نايم يعني ما ردتش عليك. تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بنت يا نيل حولي هات لنا الابادار، ده مسلسل تركي حلو قوي انا بحب اتفرج عليه. يلا. شوفي يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعه احنا في مصيبه، عاوز اتكلم معاكم شوية عشان نشوف حل للمصيبة دي. الله. ايه؟ بقول لكم احنا في مصيبة، عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل للمصيبة دي. عرفنا ان في مصيبة بس لازم نقعد دلوقتي يعني؟ اه. اوكي.
الحقيقة أنا آسف اللي هقوله دلوقتي بس أنا مضطر. بصراحة المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها أن أنا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن أكتر. يلا 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله أنتوا أغنياء قوي كده؟ كنا أغنياء قوي كده، إنما دلوقتي اللي حصل حصل، فأنا مضطر أبيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي إحنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد واسعة وتسعة من الحبايب مليون. مستر عبد الله. أيوه. شقة زايد أول حاجة هتتباع. آه طيب إحنا هنضطر نعيش في شقة الزمالك، لطيفة وبتطل على مستر عبد الله. أيوه. شقة الزمالك بح. آه أوكي. طب إحنا هنعيش في شقة المنيرة، برضو كويسة والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله، شقة المنيرة فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي، قريبين من وسط البلد وضل برضه هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكلة مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكلة انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضه هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا استاذ باتريك. لا يا سي عبد الله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا ما فيش حبس ولا حاجه. خد كل سيكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي، برضو تفك زنقه. ده العشم برضو صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفير في قرشين كويسين ينفع، وفي برضو سلسله وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شاكر يا بنت، شايلك لعوزة. طيب لمؤاخذة يا جماعة، يعني في حد معاه فكة 20؟ عشان ايه؟ أصل أنا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس هي والله، فيعني أكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وأنا 5، أو أقول لك خد 10 وأنا 10 عشان أكيد المواصلات برضو وإحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظة. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان. مام مام بليز. راجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري No way. ايه الجونري ده يا سي عبدال؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت محضر خطة بديلة. انا ههرب. بكرة الساعة 10 بالليل هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربية ونطلع على اسكندرية، بس لازم أكون هناك قبل الساعة 1 بالليل عشان ألحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. أو ماي جود، إيه الزحمة دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل إيه؟ بقولك يلفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتأخر على ميعاد المركب. طب بصوا مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول العيانين؟ هتودينا في داهية. مثلي. ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطرة قوي في التمثيل في المدرسة. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع مش هينفع. اسكت. تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتعملي ايه يا استاذ؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش هيعضوك. يعضوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا 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 بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟
انا بقى هعرفك انا مين وبنت مين. بابي اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الضابط؟ في حاجة؟ ثم انت ازاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ بابي صباح الخير. ازيك يا سعادتو؟ وحشتيني. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ هاي سود على الغلاسة. هاي حبيبي هاو از ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا حبيبي اقعد. اسيبكم 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم. عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي صباح، تعبان. بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها، ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه، تنس، باسكت عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجه مختلفه، يعني اتعرف على ناس جديده مثلا. انا بالفعل اتعرفت على اصدقاء لطاف قوي، الاخ باستيلا، سيد عضه، ابراهيم زباله، ناس جميله جدا، بس هم لو زي ما تقولوا اقامه صداقات مهونين عليها كتير. بقول لك ايه يا سعد؟ قولي يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري معنى؟ ضايقك يا سي عبدو، ضايقك. قول ما تتكسفش، ما انا قصدي اتحبست قبل كده. And you're proud. لانه لا لا انا راجل، راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ لا بمعنى اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفرده من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان انت عارف حبيبتي انا ما ضربتش كيمياء من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص انا بس الحاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت اعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10 15 الف جنيه اتصرف بيهم بس الثلاث ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض. انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب خبي اخويا لحد يشوفها خبي. خلاص يا عمو ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين انت اتجننتي؟ انت تقولي جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون الف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن روحي الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي هي كوين ان، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش، they will never understand، دول في الكنافه. هي بتشتمني يا سعبدو؟ لا يا حبيبتي في الكنافه، احنا بنتعرفها كعيله بنحب الكنافه او بنعشق الكنافه. اتنين كرسي فوتيل سكري واحد طربيزة خشب دورية. كرسي فوتيل وسكري، مش مصدقة نفسي. يا نسا احنا ربطنا كل الشنط فوق الميكروباص، في حاجة تانية ولا نتحرك؟ لا اي ثينك مفيش، بس تقريبا انا ناسي حاجة.
ناسي ايه تاني؟ هو احنا هنقعد طول اليوم نفك ونربط؟ انت بتتكلم كده ليه؟ هو انت بتعمل كده شفقه منك عليا يعني؟ ما انا هديلك فلوس. فلوس ايه؟ انا تعبت من الشر والحط ضهري اتقطم. وانا مالي؟ مش دي شغلتك؟ مش وانت صغير قلت عايز اشتغل كده؟ انا مالي؟ وبعدين ما تلخبطنيش بقى عشان مش فاكره انا ناسيه ايه. عجبك كده؟ كنت هنسى بني ادم. سوري ماما ميمي. ودي هنربطها فوق الشبكه ولا هتركب معانا في العربيه؟ هي طبعا هتركب معانا العربيه، بس الكرسي اربطه فوق الشبكه. استنى. نعم. رايح فين؟ شلني. ايه؟ شلني يا انسة. طب عايزها شيلها. طب ما تشيلها، ما هي شغلتك، شيلها. بتضحك حضرتك؟ And you're so happy؟ كلنا هنترمي في الشارع بسببك. ليه؟ عشان حضرتك بتستظرف وتخبي فلوسك وسايب لنا مجلة. بجد ايه الشقاوة دي؟ ربنا يسامحك. انا مش مصدقة ان انا مش هنام في اوضتي تاني. خلي سنأخذ أجي لوحة سيدتي. كلا، لن نأخذها، سوف نتركه هنا لوحده لأنه يستاهل. وأنت نيان إلى أين ستذهبين؟ سوف أقوم إلى بلدي. بلدك فلبين؟ كلا، شبين دقوم. شبين كوم؟ فلتذهبي إلى الجحيم يا نيان. أنت رايحة فين يا نيل؟ ما تيجي معانا يا حبيبتي بدل يعني حوجتك للغريب. ثانك يو، انا هتصرف. خلاص براحتك، بس لما تروحي تقعدي في حته ابقي كلمينا طمنينا عليكي، وابقي ادينا العنوان برضو عشان نطل عليكي. ولا تطلوا ولا تل ولا حد يطل اصلا. انا مش عايزه اعرفكوا تاني، انا بكرهكوا وبقرف منكوا. انتوا جيتوا خربتوها وقعدتوا على كمها تلها. Whatever. دلوقتي اللي بيربط بيني وبينكو في السجن. بليز، مش عايز اشوف وش حد تاني فيكو ايفر. ما انا قلتلك نفسي اضربها بالشبشب وانتي اللي مش عايزه. انا مش فايقالك. ها خلاص يا خالتي سيبيها. شكرا يا بنت عمي يا محترمه. يور ويلكم. على طول مخنوقه، مولوده مخنوقه. الحمد لله يا خالتي ان هي ما جاتش معانا، دي كانت هتيجي وتقرفنا اكتر ما احنا متنيلين قرفانين خلقه. يلا يا خالتي نروح على بيتنا. يلا نروح على فين؟ بيتنا. بيتنا ده ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزانا نخش الحاره كده في عز النهار؟ دول كانوا يزفوني، كان يضربوني ضرب ما خدوش حمار في مطلع. انت نسيتي النمله اللي انا عملتها؟ دول زمانهم مستحلفين لي دلوقتي. طب احنا هنروح فين يا خالتي؟ بصي بقى، احنا نروح نتلقح على اي قهوه، اشرب حجرين معسل اروق بيهم دماغي، اقوم اعرف افكر. يخش الليل بقى والدنيا ضلمه وتبقى عتمه، نروح احنا بقى متسحبين وداخلين الحاره ومحدش يشوفنا. استري عليا يا شريهان. ماشي يا خالتي، خلاص يلا.